ذلك الهاتف أو جهاز الحاسوب الصديق المقرب لمعظمنا يحوي صور وفيديوهات خاصة. ماذا يمكن أن يحدث إن قام شخص باستعادة تلك المعلومات وبيعها أو اختراق حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ معنا بالاستوديو أحمد صالح، خبير في أمن المعلومات، وأيضاً مرام وعنود ومالك من ضحايا الابتزاز. أحمد، مساء الخير. يا مساء الخير. أهلا وسهلا. رح أنتقل مباشرة لعندك مرام، وتحدثينا عن طبيعة الابتزاز اللي تعرضت له. تقريباً قبل سنة ونص تعرضت لابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق لينك وصلني من أكاونت لبنت صاحبتي. أنا ما بعرف إنه مهكر الأكاونت، ففتحت على هذا الرابط وبلاقي إنه السناب شات تبعي والفيسبوك والإنستغرام كلهم دخل عليهم الهكر، وقدر يوصل لكل الداتا تبعتي من صور لفيديوهات لحكي جداً خاص فيي. وبلش موضوع الابتزاز إنه مرة من المرات عرض علي إنه أترك له مصاري بمكان معين. الخطأ ستي هي استقبال اللينك، لما فتحت على اللينك رح يعطيها من السناب شات، هي تقريباً تفتح معها صفحة سناب شات بيشوفوها، ولكن هي صفحة ما لها علاقة في أي سناب شات، تمام؟ نعم. الخطأ اللي هي وقعت فيه إنه حطت اليوزر نيم والباسورد تبعها في داخل هذا الرابط. الرابط هذا طبعاً بيكون مربوط على إيميل موجود من الشخص المخترق. طيب أنا بدي أنتقل لعندك مالك، مساء الخير، وحدثنا عن قصتك. أنا قبل سنتين يعني كان عمري 17، تعرفت على بنات، كانت حياتنا كتير طبيعية، يعني كان بيناتنا بس كلام طبيعي عادي. بعدين صارت بيني وبينها علاقة، ربطنا علاقتنا سنتين، صارت تيجي عندي على البيت وتقعد بين خواتي وأمي وعادي يعني وتنام عندنا. نعم. كان إلي حفلة لعمي، تصورت مع خواتي ومع أهلي ويعني مع نص العيلة، وكان لها صور وخوات محدبات وهيك، تمام. بعديها بفترة عرفت إني بحكي مع واحد تاني، بلشت تهددني بالصور. هو أخطأ أخونا مالك، لازم كان من أول الفعل إنه يتجه إلى الجهات الحكومية اللي هي إدارة حماية الأسرة بهذا الاختصاص، كونه هو طفل لم يكمل 18 عمره. نعم. والمادة التاسعة بالتحديد هي التي تحدد هذا الفعل. عنود، مساء الخير، حدثينا عن قصتك. مساء النور. مشكلتي تقريبا خلينا نحكي 7 سنين لها قال شوي. هلا هي عباره عن اجتني رساله من على الماسنجر، من رسائل محذوفه. قالت لي انا قريتك من طرف امك، حابه اتعرف عليكي، فضفتها عندي يعني بكل يعني سلام، انه ما حسيت انه ممكن يكون في هالقصة وراها مشاكل. نعم. فصارت عشان حسيت في اشي غلط، فعملت لها بلوك من عندي وطلعتها. وصل شغب انه يعملوا لي فيسات باسمي، اشياء محادثات مع شباب خارج عن الادب. طبعا ضربني في شغلي واساء كمان الموظفين اللي حوالي، انه عم بيعملوا لهم انه هم بيساعدوني في هذا، انه فاتحين هذا الشغل بمساعدة الصبايا نعمل أشياء مش محترمة. عارضين علي مصاري، عارضين علي بيت إني أرتاح، ما بعرف شو وراء هذا الحكي. ما في أي طلب لائحة بأشياء تانية أو بدي أساعد بأشياء تانية أبدا. دكتور محمد، فيما يتعلق بوضع عنود، سنوات من الابتزاز، أذية لها بشكل شخصي وللمحيطين فيها، تعليقك. تمام. هلأ ممتاز جدا إن نحن بنركز على الجانب النفسي للضحايا، لأنه للأسف نحن نركز على فضيحة المجتمع وعلى فضيحة الشخص لنفسه. لذلك إذا نحن بدنا نرجع للأصول، فإنه في عندي أنا إيش مشكلة قبل اللي هي اسمها الإحباط. نعم. ومصابين بالابتزاز نفسهم يتعرضون لأنهم بثقوا بالشخص اللي قدموا له المعلومات أو البيانات. أو ممكن أن تكون بسبب جهل. نعم. نسبة كبيرة منهم خاصة اللي فيها ابتزاز للصور أو للأشياء الثانية بهذه الطريقة، للأسف بيكون عندنا الثقة. عندما تنهار الثقة بصير في عندي إحباط، سلسلة الإحباطات بتؤدي إلى ضغوطات نفسية بتدخل البني آدم فجأة بما يسمى بالقلق والاكتئاب. نعم. لذلك الأهالي يجب عليهم أن يراقبوا أولادهم بإشي واحد، إنه ابنك أو بنتك فجأة تغيرت حياته، فجأة تغيرت حياته لأنه ينعزل، ينصاب بالإحباط، بالاكتئاب، وأعراض الاكتئاب كثير منتشرة، وأسوأ عرض من الاكتئاب هو الرغبة بالانتحار أو الرغبة بالهروب من الواقع اللي هو فيه. نعم. مالك، مرام وعنود، كلمة أخيرة حابين من خلال تواجدكم في البرنامج توصلوها. مرام. لا تفتحوا أي شيء، لأنه في أشياء كثير صارت تطلع طرق بتخوف إنه ممكن تسحب الداتا من عندنا. نعم.
مالك، انا وقعت بالفخ اللي صار فيني، بس بتمنى يعني انه ما يعني الحد يتعلم الغلطه اللي غلطتها انا وما يغلط نفس الغلطه. هلا انا بتمنى من كل الناس اللي حوالين اي حدا بتعرض لهيك مشكله يسندوه، مش يشيروا باصابع التهاب. احنا عنا باي بيت بنلاقي، ممكن نلاقي اي مشكله بنفس مشكلتي، نفس مشكله اللي معي، انه احنا نساعد، انه بدل ما نكبر المشاكل نحتويها، نحاول نساعد، نكون جنب بعض.